يفتخر مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بأقسامه الطبية، ومن بينها قسم عيادة طب الأسرة الذي يقدم الرعاية الوقائية والأولية للمشاكل الطبية الشائعة، فضلاً عن توفير خدمات التشخيص المبكر. ويتمتع أطباء قسم طب الأسرة بالمستشفى بمؤهلات طبية عالية الكفاءة تمكنهم من رعاية المرضى بمستويات احترافية. بالنسبة للأعمار تكون مختلفة، ففي عندنا للأطفال في عندنا جانب من التحاليل الدورية، وبالنسبة للمراهقين، وبالنسبة لكبار السن. أهمية زيارة الطبيب كفحوصات عامة أو فحص السريري الشامل هو حتى نتأكد من الصحة العامة، فإحنا نتأكد من موضوع الفاكسينيشن واللقاحات، هل في داعي انه ناخذ لقاحات حتى نتجنب بعض الفيروسات مثلا انفلونزا، الفلو فاكسين، او لقاح عنق الرحم وخصوصا للمراهقات. بالنسبه لكبار العمر نتاكد من عدم وجود حاله عدم توازن بالهرمونات، نتاكد من صحه البروستات للرجال وامراض القولون او الكولون كانسر، الأورام اللي لا قدر الله ممكن أن تحدث بالقولون. بالنسبة للنساء نتأكد من صحة الثدي والرحم والمبايض، وعلى حسب الأعمار تقسم موضوع التشيكات الصحية. وتقدم عيادة طب الأسرة علاج الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأزمات الربو وهشاشة العظام والنقرس، إلى جانب علاج الأمراض الشائعة والمعدية مثل التهاب الكبد الوبائي والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية. ومن جانب آخر تساهم العيادة في نشر الوعي لوقاية المرضى من الأمراض والأورام. زيارة دورية هي عبارة عن زيارة لطبيب الأسرة خارج إطار حالة مرضية للإطمئنان على صحة الجسم. زيارة دورية بتتضمن عدة أجزاء، بتبدأ باستعراض التاريخ الطبي والتاريخ العائلي للشخص، من ثم بيصير في فحص سريري كامل. على أساس هالفحصين بيتقرر الأشعة والفحوصات المخبرية يلي بتساعدنا للكشف عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع مستوى السكر، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول، أمراض القلب. خلال الزيارة الدورية كمان يتم أخذ اللقاحات يلي هي بتمكننا من الوقاية من الأمراض المعدية. عيادة الدكتور سليمان الحبيب بتقدم باقة متكاملة من برامج الفحص الدوري الشامل تتناسب مع جميع الفئات العمرية بأحدث طرق الكشف المبكر. عيادة طب الأسرة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب تأتي كخطوة طموحة لا تتجزأ من إنجازات المستشفى في توسيع خدماتها الطبية للمحافظة على صحة المجتمع. رشا سليمان لأخبار الآن.